رأيك يا شيخ الغفر؟ بعد إذن جنابك لازم نعرف إذا كان هروبهم ده لأننا فاجئناهم ولا دي حيلة هم عاملينها عشان يطمنونا وياخدونا على غفلة. كلام موزون. وبعدين؟ نطلع وراهم ما نسيبهمش. الخطر برضو إن احنا نطلع وراهم ويسحبونا. احنا نمسك العصاية من نص. نص الجوة تطلع وراهم وما يسيبهمش غير لما يقفشوا أكبر عدد فيهم. والنص الثاني يقعد هنا يحرس البلد وأهلها. ونعم الرأي يا عمدة. واني هنفذ في الحال. هم يا شرف. شرف هيقعد هنا على راس الجو اللي هتحرس البلد. كمان ساعتين يا مولانا. ايه؟ هتسيب البلد في الظروف دي يا عمدة؟ الوان مش هيستجري يا هو بناحية البشنين وانا مسافر. فهمها لي تيجي ازاي دي؟ خليه يكمل كلامه ويفهمنا غرضه يا شيخ حامد. فضل الوان حافظ دماغه كويس قوي. اول ما هيعرف اني مسافر المحروسة وبالذات اليومين دول هيقف لصابر ويقول له عندك وتحلاه عمل لنا كمين عايزنا نروح له برجلينا. أني فهمتك يا عمدة. والسفرية كمان هتخليهم يفهموا إني مش خايف منهم ومش عامل لهم أي حساب. خلاص يا ابني اتكل على الله. أنا هتكل على الله بإذن الله بس عايز مساعدتكم. أنا مسافر يومين بليلة وحسب لكم الدار والدوار والبلد كلها أمانة في رقابيكم أنتوا الاثنين. عن إذنكم دلوقت ورايا مشوار لازم أخلصه قبل ما أسافر. تفضل يا عمدة. السلام. نعمة هي عمدة. بركة انك لسه فاكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقيش امك نعمة.